حلو، تقييمات الأسبوع الخامس سان كان بريمير سيونس. التقييمات دي فيها أسئلة كتير مكررة من التقييم اللي فات، لكن أنا بس هقول لكم الحاجات الجديدة هي دي اللي هجاوبها معاكم. كومبليتي لي زورجانيزم ريسبونسابل دو روتور دي زيليمون أورجانيك أو سول سون لي، الكائنات المسؤولة عن رجوع المواد تاني للتربة اللي هي لذات لي ديكومبوزور أو لزورجانيزم ديكومبوزور. Le terme scientifique, un groupe de chaînes alimentaires a interagi les unes avec les autres, تحاد السلاسل الغذائية مع بعض بيعمل le réseau alimentaire، شبكة الغذائية. Cite l'importance des vers de terre pour le sol، ودي هنلاقيها متكررة تاني في النماذج. Cite l'importance des êtres décomposeurs، أهمية الدود أو أهمية الكائنات المحللة للتربة، هي هتكون نفس الإجابة. Recycle les éléments نيوتريتيف، الإيكوسيستم par la décomposition et aide à maintenir l'équilibre de l'écosystème، بترجع تاني التوازن للبيئة ونظام البيئة. Que se passe-t-il si la lumière du soleil n'atteint pas la terre، لو ما وصلش ضوء الشمس للأرض، بالتالي البلانت مش هتقدر تعمل الفوتوسانتيز، يعني ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture. كويستيون 5 هتلاقوها متكررة تاني في نماذج سنان كادر. كومبليتي سو كي سوي، لي جران ليجير سون ديسبيرسي بار، بتتنقل الحبوب الخفيفة عن طريق لو فون. ليفي لو تيرم سيانتيفيك، اورجانيزم كي بروديوس لور بروبر نوريتور، ذات ريبرودكتور، الكائنات اللي بتنتج أكلها بنفسها، غذائها بنفسها، اللي هي البلانت، بس هو ده طبعا يقصد ذات البرودكتور. باقي التست كله مكرر. نرو موسيوني لرول دي كومبوزور لسه كنا قايلينها، وشو فاستيل لورسكو سوري اي تابسون لسه كنا قايلينها، والاورجانيزم سويفون اللي هي الشان اليمونتير دي هتلاقوها في سومان كات. تست سي، La chaîne alimentaire commence par un organisme producteur. السلسلة الغذائية بتبدأ بالكائنات المنتجة اللي هي البلانت. في le terme scientifique le chemin de flux d'énergie d'un organisme à un autre au sein d'un écosystème. ده تعريف la chaîne alimentaire. اللي هو انتقال الطاقة من كائن لآخر. Mentionner la manière de dispersion des graines collantes et rugueuses، اللي هي الحبوب اللي بتبقى بتتعلق أو بتلزق، ودي طبعا بتنتقل عن طريق الفوريور des êtres vivants. Que se passe-t-il si les décomposeurs disparaissent، لو اختفت الكائنات المحللة؟ هننفي اللي احنا لسه كنا بنقوله. مش هرسيكل بقى عشان انا ادفع من تنين الكاليبر والايكو سيستم، مش هترجع تاني المواد للتربه ولا هيكون في توازن في البيئه. ودانيال كريستيان بتجاوب قبل كده في سومان كاتر، ميرسي اي اولمار.